تم التسجيل والمونتاج في استوديوهات مؤسسة النوب للإنتاج والتوزيع الإعلامي بجدة. يتميز شهر رمضان المبارك عن غيره من الشهور بالتكافل الاجتماعي والتلاحم الأسري، وتبرز مظاهر التجمعات بين الأهل والجيران كأسرة واحدة في الكثير من أحياء جدة. السلام عليكم، أهني شباب الواسطة بهذه المناسبة الطيبة، وشهر مبارك إن شاء الله، وربنا يعود علينا سنين عديدة بقدرة لا إله إلا الله. وكل عام أنتم بخير، والله يجمعنا إن شاء الله في الدارين يا رب، في الدنيا والآخرة يا رب إن شاء الله، ويجمع الحبايب هذه اللي ما نشوفها إلا في السنة سنة. الله يحييكم يا مرحبا بك. والله ما شاء الله تبارك الله، هذا تجمع حق حي الواسطة ما شاء الله، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله على طول كل سنة وانتم طيبين. يعني الواحد السادس من نشوف الوجيه الطيبة هذه ما شاء الله، من حارة فوق الحارة تحت، الكل متجمع هنا وعلى قلب واحد، وان شاء الله يعني السنوات القادمة كمان تستمر بالشكل هذا. كل عام وانتم بخير، مبارك عليكم الشهر يا رب، والله يجمعنا على طول على خير يا رب حبيبي علي. وفي صورة رائعة تجسد مدى التواصل والتلاحم، كانت مبادرة أبناء حي الواسطة للفطور السنوي الجماعي مبادرة جميلة. هكذا هم دائما أبناء حي الواسطة المخلصون، يعملون بجهد متواصل ولكن بصمت شديد، لا ينتظرون عرفانا أو شكورا من أجل جمع الأحبة على مائدة الإفطار في هذا الشهر الكريم. أقول كل عام أنتم بخير، والله يكثر خير الناس اللي جمعتنا والجمعة الطيبة هذه، ورمضان يجمعنا إن شاء الله في الواسطة، وكل عام أنتم بخير، ولنا زمان مع الحبايب أهو، والحمد لله اجتمعنا في يوم اليوم، ونقول كل عام وانتم بخير. لا الحمد لله، هذا يوم اصلا خير، ورمضان كله خير والحمد لله، ونحن دائما ما شاء الله يوم 11 مخصصين له كذا لصدق الموت المسلمين اجمعين، وموت الحاره كلهم، يعني اي واحد متوفي لي ومشاركين فيها وباسهم ودنيا، الحمد لله، يعني ما نقول الا الحمد لله، وشرفتونا والله علي، والحمد لله الله يجزاهم خير، كلهم دول اللي ورايا شايفهم الله يجزاهم الف خير، حطهم وزين حسناتهم. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، يعود علينا وعليكم بالخير والصحه والعافيه، والجمعه الحلوه هذه، والحبايب مجتمعين كلهم. تعودوا أبناء حي الواسطة أن يبادلوا الأوفياء وفاء راقيا والباذلين حبا وافيا، فكان هذا الإفطار الجماعي صدقة عن تلك الأرواح التي رحلت وبقيت بصماتهم وأعمالهم الصالحة، شاهدا أبديا عليهم، ليبقى الإرث الذي يحمل الأبناء مسؤولية إكمال المسيرة حتى لا تضيع التضحية الغالية. الله يقبل مننا ومنكم الطاعات في الشهر الفضيل هذا، ويرحم اللي ما عاد عليهم، والله يديم المحبة ويديم الجمعة الطيبة هذه والوجيه الطيبة، وكل عام وانتم بصحة وسلام. الله يسلم، والله الحمد لله، نحمد الله، نحمد الله عز وجل، ونتمناها كل عام ان شاء الله، الله يمد أعمالنا على الطاعة، الله يجزيك خير علي ان شاء الله، الله يحفظك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله سبحانه وتعالى أن أنعم علينا بهذه الأيام المباركة الفضيلة، وأن جمعنا على خير، ونشكر كل من ساهم في هذا اليوم الطيب المبارك. عامكم بخير وشهر مبارك، والله يجمع على خير في هذا الشهر الكريم، ونقول إن شاء الله بإذن الله إنها جمعة حلوة وطيبة إن شاء الله، ونفرح دائما نشوف الجهد الطيبة هذه في الأفراح والمناسبات الطيبة بإذن الله يا رب. والله جمعة مباركة إن شاء الله، على يعني الواحد يتمنى إنها تدوم الجمعة الطيبة ذي بكل خير يا رب العالمين. ليلة اختلطت فيها مشاعر الحب ومشاعر الفرح والسرور في لقاء لا يراه القائمون عليه إلا كعربون وفاء لتلك الأرواح التي رحلت. والله أنا جاي من مشوار ترى يمكن 600 كيلو كله عشان لمة الحبايب هذه، الله يديم المحبة ويديم علينا الشهور الطيبة إن شاء الله، جزاكم الله خير. فشكرا لكم رجال حي الواسطة على هذه البادرة السنوية الجميلة، والآن نترككم مع لحظات الوفاء ولحظات الجمال. ما
رمضان ويا شهر الصيام أغدقت قلبي بالوئام عادت بعودتك الحياة كالنور في جمح الظلام ضيفا عزيزا لا تزال تأتي لنا في كل عام نهني الجميع إن شاء الله وكل عام وانتم بخير وحصة وسلامة أحلى حاجة اللمة هذه في رمضان تحصل لنا أحلى حاجة بصحة وسلامة إن شاء الله والله يعود راه خير جميعا إن شاء الله ويبارك لك في عيالك ويعيد علينا إن شاء الله شهر كريم إن شاء الله أقوام عديدة بارك الله في اللقاب وفي اللمة دي كل عام وانتم بخير والله الحنفي يعبر عن نفسه الله يعطيك العافيه ان شاء الله بارك الله يا زلمه حبيبي والله والله الجمعه دي ما في اي جمله تقدر تعبر لك عنها اي كلمه تعبر عنها ما في وفي ناس انا هنا ما شفتهم من 30 40 سنه والله من 40 سنه لكن برضو باقيين في قلوبنا ما شاء الله يعني شوف انا من يوم ما جيت لي ساعه وانا واقف أبا أشوف الناس دول كلهم وأسلم عليهم كلهم كيفك مع الأسامي ولا؟ لا الأسامي موجودة كيف؟ الأسامي موجودة كله موجود الحمد لله على الجمعة دي والله رمضان كريم والله الله يديم علينا إن شاء الله سنين وسنين إن شاء الله يا رب أنا بصور هو بيصورني الصراحة هذا يوم كريم جمعنا كلنا في الفرصة والساعة المباركة وأخواننا فردا هذا قدامنا أخونا علي العركوك هناك علي موسى وعلي المالكي أخونا حامد أبو عصيدة أبو محمد أبو معتز هنا ساعة المباركة شرفنا بالحبايب وأخواننا والعز علينا وسيدنا وتاج راسنا ومنكم وإليكم والسلام عليكم وجزاك الله خير سيدي المناظر الحلوة خلينا أجيب صورة لي أنا أقل ما فيها من الجوال حق عبد الحميد شكرا لك حبيبي عام مضى من عمرنا هلا هلال شهرنا بالخير جاء والسرور والهنا من فتحت فيه الجنان وأغلق باب النيران وسلسل الشيطان لا تقرب هنا رمضان يا أول شيء كل سنة وأنتم طيبين وشهر مبارك نعاد علينا وعليكم إن شاء الله في الصحة والعافية زي ما أنتم شايفين اليوم مستمعين الحبايب كلهم العادة السنوية الله لا يغيرها يجعلها دائما دائما علينا الفطور الجماعي حي الواسطة اللهم لك الحمد أنه لسه قادرين أنه نتجمع والله يبارك في الأحياء والله يرحم الأموات والله لا يقطع عادة على الجميع إن شاء الله الله يسلمك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حقيقة هذه الجمعة عادة من عادات أهالي حي الواسطة نسأل الله سبحانه وتعالى يديم علينا سنين عديدة ويعيد علينا رمضان بصحة وعافية يا رب نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا صالح الأعمال والشكر لكل من قام بإعداد هذه الصفرة الرمضانية كل الشكر والتقدير من القلب شكرا لجباب الواسطة ما شاء الله تبارك الله عليهم عودونا كل سنة يبيض الوجه بهذه الصفرة الرمضانية نسأل الله يجعل ذلك ميزان حسناتهم والله إنه جمع طيب وأصدقاء زمان يعني لوقت طويل ما شفناهم الحمد لله رب العالمين والله يجعلنا من عواده أنت وجميع المسلمين يا رب العالمين اليوم روعه والله روعه الله يجمعنا دائما ما شاء الله لما تجتمع مع أخوانك على قدام الحمد لله أول شيء نهنئ الجميع بمناسبة شهر رمضان المبارك والحمد لله التقينا بأحباب وأهل لنا منهم سنين وجزا الله الشباب اللي جمعونا شباب حي الواسطة الحمد لله رب العالمين والله يجزيك خير يا علي جبريل يا قلبي فاز الصائمون
والله جمعة طيبة صراحة، حلوة مباركة ومع شهر فضيل ما احتاج مية مية. يا ريت ان شاء الله انها تدوم على طول الجمعة مو بس رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم ان شاء الله. الله يجازي من قام على هذا الافطار، الله يجازيه، الله يرحم امواتهم واموات المسلمين كلهم. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم ورمضان مبارك ان شاء الله يا رب العالمين. لا والله ما توصف، وهذا دائما حوايج اهل الحاره القدام والزملاء والقلوب مع بعض ما زالت رغم شتت الحال الظروف المشاريع، لكن والله القلوب مع بعض. المناسبه حلوه وعادتهم ما تنقطع اهل الواسطه، ان شاء الله دائما تدوم عليهم الافراح ودوم ان شاء الله الموده والمحبه ان شاء الله مع بعض يا رب، ودائما ان شاء الله تكون في استمرار ان شاء الله هذه العاده ان شاء الله. وجاءنا رمضان باليمن والإيمان، تسمو بنفحته ملائك الرحمن، تسمو بنفحته ملائك الرحمن. شهر به نرقى يزيدنا رفقا، شهر فطور حي الواصة السنوي. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم على الجميع، ورمضان يجمعنا، وان شاء الله تكون سنة خير علينا، وكل سنة تكون أحلى من الثانية يا رب، وكل عام وانتم بخير. إحسان والصبر والإحسان. كل عام وانتم بخير، وينعاد عليكم ان شاء الله سنين مديدة يا رب، واحلى جمعة واحلى حارة ان شاء الله. كل عام وانتم طيبين، وان شاء الله جمعة على طول كذا ومتقربين عند النبي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شرفتونا شرفونا الحضور، جزاهم الله خير على الحضور، والله يجمعنا على الخير والطاعة ويتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال. والله ما أقول إلا نبارك للشهر الكريم لأخواننا يا حارتنا، ونهني لهم بهذا الشهر الكريم. والفرحة دي والله الصراحة أنا بقول لك فرحة الكبير قبل الصغير، يكفي يعني شوفة الحبايب وشوفة الأخوان، لنا منهم أكثر من 15 سنة واللي أكثر من 20 سنة. والله يكتب أجر اللي جمعنا في هذه المناسبة. نقول كل عام وانتم بخير، والله يجمعنا كل سنة احنا وحارة برا حي الواسطة. السلام عليكم. حياك الله الشيخ أبو جبريل، كل عام وانتم بخير، كل سنة وانتم طيبين، والشباب هنا جزاهم الله خير انهم مسوينا تجمعات وافطار صايم، نتقابل مع بعض كل سنة وكثر الله خيره. والله الجماعة هذه الله يوفق إلا إيش جمعنا إن شاء الله، ويثبتوا إن شاء الله بإذن الله. وأنا أقول لهم إن شاء الله ربنا إيش يوفقكم، وسلامي على الجميع. اللهم صل على محمد، اللهم تقبل من هذه الجمع يا رب، الصيام والقيام وصالح الأعمال. الله يكتب لك الأجر يا أبو علي اللي جمع الناس هذه، الله يكتب لهم الأجر. أي واحد سعى في هذا الجمع الله يكتب له الأجر. وكل عام وأنتم بخير، وشهركم مبارك أجمعين يا رب. ما شاء الله تبارك الله، والله ما شاء الله، الله يديم الجمعة الحلوة هذه، وكل عام وأنتم بخير، والله يديم علينا الأفراح والليالي الحلوة هذه. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران،
كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول أنت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الأماني نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي رمضان رمضان الله يجعلها دوم ان شاء الله. علي عبد الرحمن الحمد لله ان ربنا جمعنا علي. ان شاء الله عوام ودائما ان شاء الله مجتمعين باذن الله تعالى. وكل عام وانتم بخير حبيبي. كل سنه وانتم طيبين وعاد ان شاء الله ما تنقطع علينا شباب الحاره شباب حاره الواسطه كل عام هم طيبين وبخير صحه وسلامه وتنعاد علينا ان شاء الله باذن الله عوام مديده وكل سنه وانتم طيبين يا رب. والله جمعه ما شاء الله تبارك الله جمعه حلوه. حلوه 100 100 نشوف الاحباب كلهم نشوف الوجوه الطيبه هذه الوجوه الطيبه زي عندك عبد الله لومي وجعبل عبد الله لومي ايوه صاحبنا والصحراوي والصحراوي جنبنا هنا وان شاء الله يعيدها ويطول في عمركم امين 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 نتقابل باذن سنوات مديده على قولهم الله يجيب لك خير عندنا الشيخ علي مالكي هنا كمان ونشكر الشيخ علي الله علي مالكي جبريل تعالي علي والله هذه اكبر نعمه اكبر نعمه انه كل سنه يحصل الاحتفال هذا ويجتمع الناس كلها هنا ويطمنوا على بعض ويشوفوا بعض الحمد لله هذا اجتماع طيب اجتماع خير الله يجزي اللي قاموا على بكل خير ان شاء الله الله يكتب اجرك يا علي بارك الله فيك رمضان اهلا اهلا رمضان صومك سهلا رمضان افضل شهرا رمضان يا رمضان ورجع رمضان يا حيابه حيابه يا حيابه سعاده